أعزائي المشاهدين، أرحب بكم في حلقة جديدة من عين الحدث. والليلة في عين الحدث نتحدث عن الرياضة في الأردن، الرياضة في قلوب الأردنيين. ماذا يحدث اليوم في الشارع الأردني من أحداث رياضية وكيف أثرت على سير الملاعب؟ إذن حلقة خاصة عن الرياضة الليلة، ونستضيف فيها ضيوف أعزاء كرام. في الاستوديو معي نستضيف صالح، السيد صالح داوود. أهلا وسهلا أخي صالح. أنت إعلامي ورياضي وكاتب وأيضا رئيس تحرير صحيفة الملاعب الأردنية. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بالسادة المشاهدين. أيضا سينضم إلينا لاحقا معالي الوزير السابق وزير الرياضة والشباب سعيد شقم. أيضا سينضم لدينا أو لنا لاحقا أيضا معالي المهندس نضال الحديد، يعني نائب رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم سابق، وهو أيضا يعني زميل وصديق شخصي لي، اعتز في صداقته. إذن لدينا الليلة ضيوف كرام أعزاء، ويعني مليئين بمعلومات رياضية. يعني تتحدث عن معالي أبو برجس نائب سمو الأمير وخبرة رياضية وعمل كثير في المجال الرياضي، معالي سعيد شقم أيضا الكل بيعرفه في الأردن وزير في أحلك ظروف الرياضة الأردنية، كان وزيرا للشباب وهو أيضا رئيس النادي الأهلي، وهو صديق لجميع الصحفيين كمعالي أبو برجس. أشكرك على هذه التقدم، على يعني أشكرك على هذه الإضافة النوعية. حقيقة أعزائي المشاهدين أن هناك أحداث عشناها مع منتخب الفيصلي في الأيام الماضية في النهائيات للبطولة العربية للأندية التي أقيمت في مصر، طبعا خسر المباراة نادي الفيصلي. ما هي الحالة الأردنية الرياضية اليوم؟ كيف نعيش هذه الحالة؟ هناك شغب ملاعب حقيقي، هناك فوضى عشناها مع النادي الرياضي الفيصلي بعد أن خسر المباراة في الملاعب المصرية في الساحة المصرية. شاهدنا اعتقالات لبعض المشجعين من الأردنيين. هذه حالة الفوضى وحالة الشغب التي عشناها، هل هي ثقافة أردنية؟ هل هي حالة مؤقتة؟ ماذا حدث تحديدا؟ كيف نفسر هذه الحالة؟ سنتحدث مع ضيوفنا الكرام حول هذا الموضوع. أيضا نتحدث عن النادي الأهلي وإيقافه للعبة كرة اليد الليلة، لماذا؟ وهناك خسائر، يتحدث عن خسائر بقيمة 70,000 دينار أردني. نتحدث إذن عن شغب الملاعب، ونتحدث عن ثقافة الرياضة والثقافة الرياضية الأردنية. هل نمارس هذه الثقافة؟ وهل تنعكس ثقافتنا الأردنية وعاداتنا وتقاليدنا على ثقافة الرياضة وثقافة الملاعب؟ إذن هناك من يقول أن الأردن يتراجع في الرياضة، هذه أحد المحاور التي سنتحدث عنها الليلة. النادي الأرثوذكسي وما يحدث في النادي الأرثوذكسي اليوم من إغلاق وإنهاء لحالة الرياضة في النادي الأرثوذكسي. المناطق الساخنة بالرياضة بين بعض الأندية الرياضية الأردنية، لماذا وماذا يحدث في الملاعب؟ الموارد المالية والملاعب وأبرز العوائق أو المعيقات التي تحد من الاحترافية في الملاعب الأردنية. إذن سنتحدث أيضا عن الاحترافية عند اللعيبة الأردنيين. وأيضا سنتحدث مع ضيوف كرام حول طبيعة العقوبات اللي ممكن يتم أخذها على لاعبي الفيصل. نعم، هناك أيضا سنتحدث عن موضوع في غاية من الأهمية، صندوق دعم الرياضة أو الحركة الرياضية تم إلغاؤه، لماذا وأين ذهبت أموال هذه الصندوق؟ يعني كنا نتحدث عن صندوق كان ممكن أن يدعم الاحترافية في الأردن ويسهل عملية الاحتكاك الخارجي للاعبين الفرق الأردنية. إذن هناك كثير من الأسئلة وكثير من المعطيات، ولكن كان أهم ما شاهدنا هي الدبلوماسية الأردنية المصرية، وكيف لعبت الدبلوماسية الأردنية المصرية بطريقة احترافية أكثر من اللعيبة نفسهم، وأخرجت المعتقلين الأردنيين من السجون المصرية. إذن وقبل أن نبدأ بحوارنا مع الضيوف الكرام، نشاهد معا هذا التقرير. وصل يوم أمس النادي الفيصلي بعد مشاركة مميزة في البطولة العربية للأندية والتي أقيمت في مصر. الفيصلي الذي عاد لأجواء المباراة النهائية بعد أن كان متأخرا بهدفين دون مقابل، انتفض باللحظات الحاسمة ليسجل هدفين ويتم تمديد المباراة لأشواط إضافية
يذهب الكأس لتونس بعد مهزلة تحكيمية بطلها الحكم المصري إبراهيم نور الدين. الجماهير الأردنية استقبلت النشامة، لاعبي الفيصلي والجماهير المرافقة لهم والذين وقفوا وقفة رجل واحد رافضين ما حدث من مهزلة تحكيمية والأحداث التي رافقتهم بعد المباراة. وأبدى العديد من الجماهير استياءهم بعد أن تم احتجازهم لعدة ساعات في مراكز أمنية في الإسكندرية والاعتداء عليهم قبل أن يتم الإفراج عنهم بعد عدة محاولات من السفير الأردني في مصر علي العايد وبصحبة طاقم السفارة الدبلوماسي والنائب معتز أبو رمان. ومن جانبه أعلن النادي الفيصلي في بيان صحفي تحفظه على ما شاب المباراة من قرارات تحكيمية أثرت على نتيجة اللقاء، مؤكدا رفضه القاطع للتصرفات التي صدرت من عدد محدود من اللاعبين والإداريين وفئة قليلة من الجماهير. وأشار النادي في بيانه إلى أن الفيصلي يؤكد مجددا وعبر مسيرته الطويلة والمتميزة بالإنجاز والمواقف والمبادئ الثابتة المشهود لها رفضه لأي تصرفات خارجة عن النص، واعدا بمعالجتها وفق النهج الذي اعتدنا عليه في معالجة المواقف التي تتطلب الحزم والقوة تماشيا مع مبادئ وقيم رسالة النادي الفيصلي. وختم النادي بالتأكيد على رفضه لتلك التصرفات الفردية، مشيدا بالجهود الطيبة التي بذلها الاتحاد العربي بقيادة الأمير تركي بن خالد آل سعود لتعزيز مسيرة كرة القدم العربية، ومتوجها بالشكر والتقدير إلى الأشقاء في جمهورية مصر العربية على التنظيم المميز وحفاوة الاستقبال. أعزائي المشاهدين، نرحب بكم من جديد في عين الحدث، وانضم إلينا الآن معالي وزير صديقنا الحبيب سعيد شقم. أهلا وسهلا وزير الرياضة والشباب. أهلا بك أستاذ رائد، شكرا على استضافتكم، وأنا من الأخ الأديب صالح. أزمة السير يعني مشكلة، لكن منرحب فيك، أهلا وسهلا بأي وقت. يا هلا بك. وكنا قبل قليل نطرح بعض الأسئلة، لنبدأ بالسؤال الأهم، يعني خلينا نحلل الواقع، ماذا حدث في 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 الإسكندرية ولماذا حدث ما حدث؟ أنا بدي أعطي مجال للأستاذ صاحب صرفته كان قبلي، إذا بتحب تحكي ما عندي مشكلة. يعني هو الموضوع جميل يتحدث فيه، تفضل. لكن أنا راح أسمع رأي معالي أبو كريم وهو أستاذ كبير وبيهمني يكون هو الباب. أبو كريم تفضل. هذا الموضوع يا سيدي ماشي. أنا بدي أحكي شغلة صغيرة لأنه راح يتناولها برنامجك ونحكي عنها بتوسع. نعم. إحنا معروف إنه الرياضة تهذب، والرياضي يتميز عن غيره بأنه يعني تدرب أنديته وتدرب مدربينه على كيفية التنافس بشرف، على كيفية الارتقاء بمستوى، وأيضا في كيفية التعامل مع كل الأمور داخل المباراة حتى آخر لحظة لما بيصفر الحكم وحتى لما بخرج لغرف الغيار، لأنه هو مسؤول عن تصرفاته كاملة إلى أن يخرج من كل الاستاد. هذا ما يطلق عليه بالروح الرياضية الاحترافية. هذا الروح الرياضية الاحترافية زائد القوانين والتعليمات اللي صادر الآن في كل العالم وهي متماثلة. الأندية بمحصلتها يجب أن تكون، وإحنا بنعرف أنه هذا دورها، هي مدارس تربوية تسقل اللاعبين. نعم صحيح. في أخلاقيا الآن الكل يعني لما بنحكي عن الروح الرياضية، ما هي الروح الرياضية؟ يعني أنا لعبت وكنت ألعب وكنا نلعب قدام فرق يعني وإحنا بنلعب مقهورين، ليش مش قادرين نغلبهم؟ بدنا نفقع وننسطع، لكن بنضل نلعب لآخر دقيقة. نعم. ومنجرب بكل أمانة وشرف، وأنت بصير تميز قدامك، بتقدر تغلبه ما بتقدر تغلبه، كل شيء هاي التنافسية. التنافسية. هلأ إحنا بنطلع في الأمور هذه بأنه إحنا نسعى للفوز بشرف وبحرفية وبشطارة، ومن نتقبل النتائج بنهايتها، وما فيش اعتراضات على الحكام وكل الأمور هذه حتى تظل اللعبة ماشية. نعم. بالآخر. نعم. ومنترك التعامل مع الحكام للأجهزة الإدارية، وإحنا وللقوانين والأنظمة. وللقوانين والأنظمة. نعم. وإحنا بنقوم بدورنا في إنجاح المباراة. نعم. إحنا بالنهاية الرياضة بالآخر هي هدفها إسعاد الجماهير. تمام. الآن لما بنحكي عن الروح الرياضية، وأنا حكيت لك كيف كنت أنقهر وكل شيء والآخر، إحنا بنتعلم كيف نتقبل الخسارة. تمام. وبنطلع وبنسلم على الفريق الآخر وبنبتسم، نحاول نبتسم، إذا مش قادرين بنبتسم، مش بس بنحاول نبتسم. يعني بتسلم أضافة. وبنسلم ونقول له والله جود جيم، مباراة جيدة وكل شيء الآخرين.
وهارد لك وهارد لك وبنحكي هذا الكلام وبنطلع. هلا هذا الحكي بنحاول انه ياخذ منحاه ومجراه في كل الامور وكل المباريات مهما كانت سواء وديه وهو ينعكس على ثقافه المجتمع كمان وينعكس على ثقافه المجتمع. المؤسف المؤسف انا ما بدي احكي عن نادي لوحده. المؤسف انه العقليه الاردنيه الان اصبحت تتقبل فرض حالها على القانون فرض حالها على النظام فرض حالها على شرط السير فرض حالها على كذا. انا بشوف فيها خطر سواء كانت هي صادره من المجتمع للانديه او صادره من الانديه للمجتمع. انا بعتقد انها تمثل حاله خطر يجب ان ننتبه له وبس هذا لازم ندرسه من ناحيه مجتمعيه بشكل كامل. الان احنا بنحكي وانا يعني صرت يعني عضو اتحاد وصرت مسؤول في الاتحاد وكذا والى اخره باتحاد كره السله وبعدين تسلمت حقيبه وزاره الشباب. كان طرحي دائما للاخوان العرب انه احنا عندنا مشكله يجب ان نتلافاها وان نبتعد عنها. اولا يجب ان نضمن تنظيم بطولات موحده حسب التعليمات والقوانين الدوليه لاقامه البطولات حتى ما يكونش في اجتهاد حتى ما يكون في اجتهاد بالدوره هذه ولا كذا بنلعب هيك بالدوره هذه. العقليه العربيه للاسف لم تنجح الرياضه البينيه العربيه لان العقليه العربيه كل منظم بحاول يضبط الجو عشان فرقه تربح للأسف وهذا ما زال مستمر ويمكن لو احنا جبناه على الاردن نجرب نعمل نفس الشيء. لا احنا جربناه طيب معنا جربناه في بطوله طب بس ما يعني ما بدناش كثير في الامور هذه بس احنا يعني انا كوزير شباب وكل لي فخر بانه سلموني رئاسه اللجنه الرياضيه العربيه في لما اول ما صرت وزير في مجلس الجامعه العربيه تحدثت عن هذا الموضوع وطلبت بعد الدوره العربيه ما انتهت بانه ان نتوقف عن ابتداع الانظمه والقوانين والتعليمات البطولات لانها سيئه. الان بدنا نحكي اكثر من هيك. احنا عملنا شيء باللجنه الرياضيه المعاونه وحدنا نظام البطولات العربيه في الدورات العربيه ما فيش اجتهاد ابدا كله يتبع التعليمات والانظمه الدوليه عشان نتريح من كل الامور. والى اي مدى تم تطبيق هذا الموضوع؟ انا بعرف انه لما يعني انه تم تطبيقه وبتمنى على الاتحاد العربي للرياضه للاتحادات العربيه في انه يستمر في هذا النهج. الان في جزء كمان انا شفته كوزير شباب اقيمت عندنا دوره لبطوله لحتى تنظم لبطولات كره اليد وكان يعني تنظيم سيء وفي محاباه وفي توجيه البطولات نحو انه بالاخر تربح دولتين عربيات خليجيات للاسف. لما بتروح بتتفرج استاذ هذا بتم تنظيمه داخليا للاسف بحطوا لجنه فنيه وباللجنه الفنيه هي تنظم المشكله بتصير تلاعب من عند اللجنه الفنيه. الان هدف المنظم بكل او من اول عن اخر بانه ينظم بطوله راقيه هدفها أن تكون مواكبة للبطولات الدولية ترتقي في اللاعبين تعكس صورة جميلة حضارية. شيء مهم جدا أن تبتعد عن التدخل في توجيه نتائج المباريات أو في ترتيب المباريات حتى توجه لأي شيء. بالملعب بهمنا جدا انتقاء أفضل الحكام عشان اللاعب يلعب وبدون أن يشعر بالظلم لأنه بنعرف أنه الظلم إذا حس فيه اللاعب ولم يتم ضبطه من ناديه ولم يتم تهيئته يعني عقلية احترافية راح يسبب مشكلة سواء تهجم باللفظ أو تهجم بالقول أو الفعل. طب هل هذا وهذا ما حدث يصير. هل هذا ما حدث فعلا صراحة؟ أنا باعتقادي إنه يعني الظلم هذا كان وقع ظلم في موضوع التسجيل وبدنا نسميه خطأ تحكيمي بديش أقول ظلم لأنه الظلم أن تتعمد الشيء يعني تمارس حق على غيره. كان في خطأ تحكيمي أنا بعتقد صار في خطأ تحكيمي. الخطأ صار مركب. الجزء الأول اللي مش قادرين الجمهور الأردني يعرفوه أنه يعني اللعب أوقف بسبب فول ما لهش علاقة بدلدوم. دلدوم تلاعب بالكرة محاول تأخيرها عشان الفريق الخصم ما يأخذها بسرعة ويمشي وهو ضرب لكن ضرب على كتافه اجى حمسك وجهه وكذا آخرين. الآن واضح إلنا وإحنا نتفرج إنه في تمثيل ومبالغة يعني بحاول يتحالف له. أنا ما بعرف شو جرى بينه وبين الحكم لكن إذا الحكم اعتبر هذا خارج اللعب واعتبره تمثيل الحكم ببلش من النقطة اللي قبلها
انه انا بتابع واحنا شفنا في سقوط لنيمار وغير نيمار بقعوا على الملعب ما باخذوا فاول بقوموا زي الارانب بقوموا زي الارانب وبيلعبوا. الان سقوط دلدوم اجبر المدافعين انهم يجوا لعنده يحكوا مع الحكم. هذا التصرف لما نحكي عن فير بلاي استاذ رائد يجب ان نحكي عن فير بلاي كمان كيف اللاعب يساعد الحكام في ان اللعبه تكون فير للطرفين مش انك تستغل الوقت بدك تتنفس ولا بدك تاخذ نفس ولا زيت حالك على الارض او تجرب. الان لما اجوا اللعيبه انا بعتبر يعني جزء من تصرف اللاعب دلدوم لم يكن احترافيا، اللعبه في اخر وقت وان كل واحد بيحاول يلعب بسرعه قوم يعني لا تدعي الاصابه لانه الحكم مش راح يرد عليك والفاول ما لهش علاقه فيك، يعني الحكم ما صفر واعطاك لا لخصمك فاول ولا لانك وقعت اعطاك كرت انذار، فهو بيعتبره خارج اللعب كله. الان وجود المدافعين هون والحكم تصرفه بانه بكمل المباراه صار في هجوم المدافعين مش في مواقفهم الكويسه وحكم حتى الخط الجانبي يبدو انه فوجئ بهالسرعه فراح يعني سبق او كان سابق للمدافعين يعني متقدم عليهم مش في المركز اللي لازم ياخذه، فالحكم اللي على الخط تحمل الخطا الاول والكبير في انه لم يؤشر على هذا الحكم. اذا كان حكم المباراه الفعلي سواء قاصد او غير قاصد انا لا اعرف الوضع اعتمد فقط على الحكم اللي جنبه فهو لم يشاهد الرايه ترفع وترك هذا. الان اللاعبين احسوا بالغلبون اعتقد انه هي مجموعه من الاخطاء من الاخطاء اللي حصلت في المباراه. يعني في الشوط الاول في ضربه جزاء واضحه وصريحه للفيصلي لما تم مسكه من القميص داخل منطقه الجزاء وهو بحاول يرتقي للكره، هاي في جميع مفاهيم كرة القدم ضربة جزاء لا ما بختلف معك. الحالة اللي بتحدث عنها هذه كان معهم حق عليها صراحة مع أبو كريم حصل الخطأ وحصل الفول، عملية تنفيذ الكرة نفذت بدل ما تنفذ من منطقة محددة تم تقديم الكرة 10 متر. أنا ما بحكيش عن مكان سقوط لا كية كلها مش مكان أنا بتحكي عن الفول الأولاني عن الفول فكان لازم يرجعوا الكرة لأساسها حتى يتم لعبها. الشيء الثاني المساعد الأول انت حاطط مباراة مهمة جدا، انا تابعت هناك 8 مباريات حقيقة اسوأ حكم عندنا في الاردن احسن من اي حكم هناك، الخيار كان سيء. انا ما بدي اقول الحكم كان متآمر وكان متعاون وبده يفوز الترجي على الفيصلي بس ربما لكن كمان. المستوى كمان التحكيمي هناك احتمال انه لا كان هو المستوى التحكيمي بشكل عام للبطولة كان في اخطاء في كل المباريات كان سيء. تذكر فريق النفط العراقي من اول مباراة اعلن انه سينسحب من البطولة لانه هناك تم الغاء هدف صحيح له بحجة التسلل وتم طرد الحكم. صحيح كل المتابعين بحب اسجل استاذ كل المتابعين قيموا انه مستوى التحكيمي سيء. لا يناسب مستويات طيب الفرق حتى حكمنا عمر ادهم مخادم اللي يعتبر بالاردن حكم جيد في البطولة كان سيء. مشكلة الاتحاد العربي في قضية التحكيم انه يعتمد على الاتحادات هي ترسل له الحكم. يعني مش زي الاتحاد الدولي او الاتحاد الاسيوي بيراقب الحكام في القاره الاسيويه وبيعمل لهم دورات وبيختار افضل الحكام وباخذهم لبطوله اسيا او بطوله كاس العالم. الاتحاد العربي بده يريح حاله ويحط رجل على رجل، يا اخوان في الاردن ابعثوا لي حكم، يا اخوان في سوريا ابعثوا لي حكم، كل واحد بيبعث لها مزاجه، كل واحد بيبعث صاحبه. طيب جميل، يعني احنا بدنا بس ناخذ فاصل قصير، بعد الفاصل بدنا نتحدث كمان عن ماذا كان يعني ممكن ان يحدث لو لم يقم الفريق الفيصلي بهذه الأعمال، هل كان ممكن لنا أن نطالب بحقوق لنا أخذت منا ظلما وبهتانا أم يعني كنا راح نخسر المعركة يعني بس لكن بعد هذا الفاصل ابقوا معنا. نرحب بكم أعزائي المشاهدين من جديد في حلقة خاصة من عين الحدث، والليلة نتحدث عن الأحداث الأخيرة مع النادي الفيصلي في الإسكندرية. انضم إلينا الآن الصديق العزيز الأخ معالي المهندس نضال حديد، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا، شرفنا الليلة. شكرا، كل المحبة. أهلا فيك. بالحقيقة كان في حوار بالبريك يعني كان رائع جدا، كنت أتمنى أن الشاشة كانت شغالة ولكن لسوء حظنا يعني، لكن نتابع الحوار مع الأستاذ صالح. كان يتحدث كنت تتحدث قبل قليل عن بعض خصوصيات اللعبة وما هو المخفي الناس اللي ما بتعرفه وكما حصل الآن في الحوار البريك تايم. يعني احنا وصلنا في الحديث على طريقة آلية اختيار الحكام وقلنا كم هي كانت سيئة هذه الطريقة
بانه تطلب من كل اتحاد والله بعث لي الحكم اللي عندك، هذا ليس احترافيه. نعم. الشيء الاخر اللي صار في البطوله هناك عديد الاخطاء. يعني نتحدث عن مستوى التنظيم، الاخوان في مصر كانوا مرعوبين من شيء اسمه ارهاب. كنا ندخل الملعب، عدد الوجود احنا 200 واحد في الملعب، كان عدد الحرس يصل ل 1000 شخص. نعم. خارج الملعب وداخل الملعب، وبالتالي هو في رعب وفي خوف من مصر، وبالذات مع مذبحة اللي صارت في بورسعيد والكل بيتذكرها ومات فيها 70 مشجع، فبالتالي جو الرعب موجود في مصر. هذا يمكن نتحدث عنه كمان زاد الضغط النفسي على اللاعبين اللي اصلا هم مضغوطين عشان 2.5 مليون دولار، مبلغ كبير جدا، واللي حافز قوي يعني حافز قوي، واللي زاد ضغطهم أيضا، واللي زاد ضغطهم اللي حصل في القرعه في الدور الثاني. يعني كان في تعليمات انه في الدور الثاني بيلعب الاول المجموعه اللي هو فريق الفيصلي مع فريق الترجي في الدور قبل النهائي، فجاه لقينا القرعه تغيرت وانه صار لازم تجري قرعه، فتم اجراء قرعه وتم مقابله هذا التنسيق اللي كان يحكي عنه معالي سعيد قبل شوي. كان اللي بيحكي عنه معالي انه يجب ان تكون لدينا وضوح في رؤيه البطولات، بس البطولات بس كمان العربيه في شيء مرتب الوضوح يقول طيب. كالتالي نعم. اول المجموعه هي بيلعب مع ثاني مجموعه نعم. واول مجموعه بيلعب مع ثاني مجموعه نعم. مش اول المجموعه نفسها بيلعب مع بعضه، فصار في خربطه هدف منه نعم. يعني انه يلعب الفيصلي مره ثانيه مع الاهلي الفريق على الاقل تحت قصه رد الاعتبار، ويمكن كانوا بتوقعوا انه لا هو الفريق الاول معاليك اليوم انت اصدرت بيان مش بيان يعني علقت على الموضوع نعم. وكان تعليق ناري يعني والله انا الظاهر دائما ناري انا بطبعي هي تفاحملني شويه شباب ان شاء الله طيب ماذا تقول عن الاحداث يعني برايك شو رايك اللي صار يعني هيك انفسروا بصوره جديده يعني بصوره سيدي مختلفه انا يعني ما بدي اجد مبرر لتصرفات صارت بجوز في الملعب او بعد المباراه من سواء كانت جماهير او اداريا او لاعبين الفيصلي او حتى خلال المباراه، لكن انا بدي احكي شغله على بدايه البطوله يا اخوان. الفيصلي ما كانش تحت ضغط من المباراه الاولى، فريق فايز طلع المباراة الثانية، فاز في المباراة الثانية ثم المباراة الثالثة ثم المباراة الرابعة، إذا الفيصلي ما كانش حقيقة تحت ضغط ولا كان في داعي أنه يتصرف بأسلوب غير مناسب أو غير حضاري، كان مرتاح فعلا لأنه فعلا بيأدي بأداء كان خارج الحسابات نعم. فبيلعب بكل أريحية، لو خسر مش فارقة معه مش ولو فاز كلام سليم سيدي الأمور اللي حصلت كان أول شيء خطأ أنه أنا تأهل مثل ما تفضل معالي الدكتور أنه الفيصلي يتأهل فجأة، أنا ما مرتش علي هاي انه فريقين بيرجعوا بيلعبوا مع بعض بنفس المجموعه بالطرفين يعني صحيح. مش معقول يعني اول مره بتصير بالتاريخ متعمد وانه هدف كان يا سيدي هي متعمد يبدو انه الاخوان قالوا لك احنا يعني بيجي النادي الفيصلي عنا هنا بنرتبه مع الاهلي، الاهلي بفوز ان شاء الله تطلع بيطلع على الاول، اجت الامور مثل ما بيقولوا العرب حساب القرايه ما جاش حساب السرايا فتاهل الفيصلي وغلب الاهلي في المباراه الثانيه. اللي حصل حقيقة أنا بعد المباراة الثانية شفت المعلق المصري يعني شفته حميان ومستهجن التصرف وأنه إيه ده وكيف بتلفظه بألفاظ يعني أنا ما شفتش هذيك الألفاظ يعني الإشي اللي بيستاهل، قال لك بنغلبك كمان مرة ومرة ثالثة، طيب وفرض قال لك مرة رابعة أنت ليش زعلان؟ هذا من المؤاخذة، الفريق الفيصلي أدى مباراة رائعة وفاز، صار يقول ده النادي الأهلي ما حدا منكر انه النادي الاهلي المصري من اعرق الانديه في العالم طبعا، لكن هذا ما يعني بدعيه بداوا بتاجيج الحال لا سيدي هم بداوا حتى من انتهاء المباراه اللي بتاهل المباراه النهائيه، اعتقد ان الاجواء من تلك اللحظه اصلا ما كانتش مشحونه ما كانتش مضبوطه وخاصه من الاخوان المصريين، ثم بيجوا بعد ذلك وبيحطوا حكم مصري، مش معقول يعني انك تحط حكم مصري في مباراه اقصى النادي الفيصلي فريقها المحبب والفريق رقم واحد في مصر، المفروض كان فيه حكم خليجي، انا بحكي بامانه صحيح. حكم خالي ما كان فيها حياديه ابدا سيدي، انا ما اعتقد انه كان فيه حياديه، وطبعا تصرف هل مرتبه يعني اخي نضال هل الموضوع مرتب بصراحه يا سيدي؟ انا بدي احكي لك شغله، انا تصور الفكره كانهم الاخوان كانوا معتقدين انهم يجيبوا مجموعه من الفرق كومبارس حتى يلعبوها مع الفريقين الاساسيين اللي هم الترجي والاهلي، وبالتالي المباراه النهائيه راح تصفي بين هذول الفريقين، وهناك لكل احد حديث. الفيصلي بصراحه ادى اداء انا ادهشني بامانه، انا ولا كاني بتفرج على فريق بلعب يعني اردني، مستوى متطور تنظيم عالي تكتيك عالي مستوى بامانه كان في المباريات كلها. انا المباراه الاخيره يعني ضايقت لما شفت النتيجه، لكن بامانه فريق برجع
انا اول مره بشوف فرقنا الاردنيه بتنغلب وبترجع بقوه. صحيح. وانا كنت اتمنى انه الحكم يكون عنده بس شويه نزاهه. تعرف ليش سيدي؟ خلي المباراه تمشي بشكل طبيعي لضربات الجزاء. نعم. اذا ما كانش في كذا، وبعدين مين ما فاز كلنا اخوانا كنا عرب، لكن المطلوب مني انا كأردني اني انا يعني بترتبت الموضوع علي وسويت القرعة وحكت فيها الأهرام المصرية، مش أنا اللي حكيتها وقالت هذا الكلام ما لا يجوز وما بيصير. صحيح. ورغم هذا كله كثير علينا لما ننظلم وينضرب اللاعب ويقع بالأرض وحكم مثل ما فضلت الراية واقف ولا حرك ساكن، وبعدين الضربة بحد ذاتها كمان أوفسايد. ضربة مزبوط هي تسلل الكارثة. بس هذا مش مبرر نعمل اللي عملناه. يا سيدي خليك بصراحة. معي خليك معي. أنا لا أقول إن هذا مبرر. نعم. لكن أنا بقول لك أنت بتستفزني وبتستفز مشاعري وبتستفز عطائي اللي قدمته. نعم. أنا في البطولة وبتضيعه علي في قرار ظالم جائر، حتى معلق المباراة قال إنه القرار غير سليم. ف رد الفعل سيدي انا لا اؤيده، لكن بعذر يعني للأمانة يعني كل اللي تفضلت فيه كله رائع. الان احنا بنقول احنا منظومه الاحتراف دخلت وانتم في الاتحاد. صحيح. والهدفها كان الارتقاء فنيا وذهنيا في كل المستويات اداريه وغير اداريه. صحيح. الان احنا اذا كانت هذه الاشواء يعني مقصوده وكذا والاخر، مفروض الاداريين يحسوا في هذا الجو، مفروض ينقلوه للاعبين انه انتم لا تستفزوا لا تستثاروا لا كذا بالاخري، وانه احنا بالاخر سمعه النادي الفيصلي اهم لنا من كل الكؤوس ومن كل النتائج، واحنا ان شاء الله مش بس بدنا سمعه كويسه، راح ناخذ البطوله. الان اذا لم يتحقق نتيجه خطا تحكيمي والى اخره، يجب ان يكون عقليه الاحترافيه تسمح للاعب بان يتصرف بعكس ما ظهر من بعض اللاعبين اللي هي كان فيها نوع من يعني اللي انت شفته ما عجبك، ما كان يعني خارج عن النص بكل الامور. فانا للامانه بشعر انا ليش بحكي هيك معالي ابو برجس واستاذ رائد، انا كرياضي وكرئيس نادي وكوزير شباب كنت في منتهى الفرح. نعم. على اداء الفيصلي ونتائجه، لانه اعطى سمعه رائعه عن كره القدم الاردنيه. صحيح. واحنا بحاجه لها، لانه كان احنا بنشعر انه لم تتقدم او ترتقي خلال الفتره السابقه. الان شو كنت انا بتصور؟ انه الفيصلي ياخذ بطوله، انه الفيصلي زي ما اشادوا فيه يقولوا فيه الانديه الاخرى كمان تمام الظاهر مستوى الدوري الاردني ممتاز، وتبلش الانديه العربيه تبلش تتفرج على اللاعبين تبعنا بعين احترافيه انه بدها تجيبهم لعندها. وكنت بتصور انه هذا سيفتح لنا افاق كبيره لكل الانديه مش بس الفيصلي، يعني الفيصلي اول المستفيدين، لكن كره القدم الاردنيه بكل مكوناتها مستفيد الاكبر. فأنا لما تغيرت هذه الصورة ويعني صار هذا الخدش نتيجة الخروج على النص، بشعر أنه تفكر بطريقة مختلفة، فكرت يعني. الآن بأنه الضرر حصل عكس ما كنت أتمنى، يعني أنا بتمنى أنه نقع لسماوات أرقى، وأنه إحنا الآن هل هذا برأيك الضرر مقصود؟ يعني والله أنا اللي بدي أحكيه أنه أنا من ممارسة الرياضية العربية لما كنت لاعب، وبحكيك لما كنت وزير يعني، وطلبت فيه زي ما حكيت لك في أنه احنا نتوقف عن توجيه النتائج زي ما تفضل معالي المهندس، في أنه احنا الأصل ما نتدخل، نترك الأمور لآخر ما مدى، احنا واجبنا ننظم بطولة بدون ظلم وخلي اللاعب يبدعوا وصحتين على قلب اللي بربح. بس هي كانت فرصة تمينة الآن بربح. الآن أنا بعتقد أنه في خبث كان في في التعامل مع تأزيم في التعامل مع فوز الفيصلي ونتائجه الكويسه من بعض اللؤماء خليني اسميهم، سواء كانوا صحفيين كانوا يعني احنا هل نتحدث عن جانب المصري بصراحه؟ والله معلقين. والله معلقين. 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 لما المعلق يقول يا دكتور لا يطول عمرك، يعني انا بدي تتحملني فيها. فضل. انا مفروض ما اتحركش ولا يتحرك لي ساكن كلاعب فيصلي، معلق على التلفزيون بيقول ده القميص حيلعب اليوم، القميص لحاله راح يغلب النادي الفيصلي. يا سلام. اخي دكتور يعني اسلوب التعامل تحريضي مش تحريضي سيدي، مش قصدي تحريضي، انت يعني مش حاسب لي حساب، مش حاسبني اني انا فريق ولا اني لكن سيدي بامانه بسالك سؤال. اتفضل. لولا ضعف الحكم يا اخوان، لولا ضعف الحكم وصلنا للي وصلنا له؟ من اول مره اللعيبه من الطرفين كانوا يسلوا ويرفعوا ويصرخوا كذا، ما كانش ياخذ اجراء. لكن انا شخصيا كنت حاس انه الرجل ليس نزيها، وهذا لازم الكلام يكون واضح. وانا ما بدي احمل مسؤوليه الخروج عن النص، خلينا نسميها خروج عن النص، للفيصلي بكوادره لاعبيه واداريه ولا غيره، بس لانه هذا الحكم يتحمل ايضا اكثر من 50% من المسؤوليه
في نتيجة اللي حصل في الملعب. هو اللي ساهم في إيصالنا. يا سيدي هو اللي واصل اللي ساهم في إيصالنا لهذه النقطة. ومن ثم يعني أنت بتقول لي راح تنغلب وراح تاخذ وراح ناخذ البطوله منك باي طريقه كانت. انا هيك نظرت للموضوع بامانه، يعني ما كانش في اي نوع من العداله بالتعامل معك. هي كانت هيك الهاله اللي عملها الفيصلي. انت كنت موجود يعني انا موجود منك. انا موجود هناك. الهاله اللي عملها الفيصلي بعد المباراه كان الشيء مذهل. الفيصلي ما كان له ذكر بالمره قبل البطوله. نعم. احنا كنا نلبس هناك ونحط التيشيرت والعلم والناس تعرف انه احنا اردنيين. انا وكانت معي زميلتي امن الطبيشي المتواجدين هناك. بعد ما فزنا على الاهلي كل شيء تغير. تيجيك الناس مبروك الفريق تبعكم كويس، الفريق تبعكم مرتب، حسين داي نصر حسين داي المباراه الجاي مش راح تكون صعبه عليكم، الوحده المباراه سهله. لما رجعنا على المره الثانيه مع فريق الاهلي تغيرت شوي النبره، رجعنا للنبره القديمه انه المباراه الاولى لعبناكم في غياب مجموعه من اللاعبين والمدرب الاساسي. المباراه هاي احنا راجعين بكامل نجومنا، الملعب اللي كنا فاتحينه ل 10,000 حاليا راح يكون في 25,000. حنقطعكم، هاي الكلمه اللي كنا نسمعها دائما، حنقطعكم. لما انتهت المباراه بفوز الفيصلي هون كانت قزموا انجاز الفيصلي على التلفزيون وكانوا الفيصلي لا تصدق. لكل واحد بحب الرياضه المصريه ومتواجد سواء اهلاوي زملكاوي كانت إشي مش طبيعي انه فريق اردني هم منظرونا انه احنا متخلفين في مجال كره القدم رياضيه. صحيح. فريق اردني بيجي بيغلب الاهلي مرتين خلال 15 يوم يا جماعه مش معقول هذا، وبيغلب فريقين للاهلي. فكان لابد انهم يضعوا يعني مشروع تحطيم هذا الخطأ هذا الانتصار. كان يجب الا يكون الحكم مصريا، لكن المصريين كان على الاردن ان ترفض. المصريين شو خلنا اكمل لك. المصريين اطلعوا على المباراه النهائيه، فريق تونسي فريق اردني، طيب وين الشخصيه المصريه في هاي المباراه؟ واللي راح يتوج سعودي معناته ما في شيء لمصر غير نتفه الارض اللي بيلعبوا لها الملعب. فحطوا لك الحكم حكام اثنين حتى يكون في وجود مصري فقط ما في المباراة. ما كان ممكن انه احنا نرفض نهائيا هذا الموضوع. اعترضوا الفيصلي ولم تاخذ ما في امرهم. اعتقد زي ما حكى الاستاذ صالح بانه يعني الاخوان المصريين وجدوا في وجود حكم مصري انه يعني يوازن الصوره بالنسبه لهم كدوله منظمه. وانا بعتقد انه جانبهم التوفيق. سيدي مش جانبهم التوفيق، كان مفروض في حافظ على سمعه مصر وعلى اسم مصر والكره المصريه ويحكم بنزاهه. الا واخطائه يا سيدي، اخطاء الحكم في ايام بتصير في اخطاء بتقول مش مقصوده، يعني ممكن الحكم شافها بصوره مختلفه. صحيح. لكن اللي حصل سيدي واضح جلي للعيان. بقدر الحكم هذا الرايب جنبه بقول له على السماعه بقول له صار في تصرف غير لائق، تعال عالج الموضوع. اللاعب مرمي بالارض ومشى اللعبه كانه في شيء. وحتى لما حكوا معه اللعيبه وحكوا معه الاداري بتطلع على جماعتنا كانهم مش بشر قدامه. طيب اذا الحكم غلام، الحكم غلام ما فيش شيء، هو مسؤول بجزء كبير عن اللي حصل. الحكم نفسه الحكم عليه مجموعه قضايا في مصر منها قضايا رشوه، وهو الشك اللي نشره استلمه من النادي الاهلي قبل سنه في الدوري العام الماضي، كانت مباراه الاهلي والزمالك، وبعد هذه المباراه باسبوعين صدر شك من النادي الاهلي المصري للحكم بمليون ونص جنيه. نادي اسيوط هذا مثبت يعني. مثبت بالشك ومنشور والله. نادي اسيوط رفع دعوه 2016 نشروه على نشروه نفسه فيسبوك. نادي اسيوط رفع دعوه على الحكم انه الحكم مرتشي وخسرنا مباراه مع الاهلي. يعني الزلمه معروف انه اهلاوي 100% مرتشي بهذا الشكل يجيبوه للمباراه بهذه الاهميه. شو حكيت لك انا قبل شوي؟ قلت لك الاتحادات من تختار الحكام. لا يوجد في الاتحاد العربي لجنه حكام تقوم بتقييم الحكام العرب واحضارهم للمشاركه في البطوله. ما لا يملك صلاحيه زي الاتحاد الاسيوي او الدولي. قديش فتره الدعوه والاعلان للبطوله هذه؟ متى صارت؟ من يوم ما بلشت؟ نعم. من حوالي سنه وشهرين. هذا التحضير كله سنه وشهرين؟ لما اجوا عندنا على الاردن على فندقون اشتغلوا بسنه وشهرين. انا والله فكرت شهرين. لا لا لانه بامانه وصدقه انت محضر بطوله لمده سنه وشهرين، يعني مفروض يكون موضوع الحكام موضوع بحث وتنقى. والحكام سيدي بتتابع ادائه بتعطي علامات وحسب علاماته بتقرر انه هل هذا الحكم يصلح انه يحكم مباريات او لا، وله درجات. فبالتالي مفروض كان الاتحاد العربي، انا عتبي كبير على الاتحاد العربي، لانه هذا سيدي في نهايه المطاف الحكم حتى لو كان مصري مع احترامنا احنا قلنا اخوانه عرب، لكن تنعكس ما بدر منه على الاتحاد العربي. صحيح اللي بتتفضل فيه صحيح، بس معلي برجس الاتحاد العربي لا يملك صلاحيه زي الاتحاد الاسيوي او الدولي، صلاحيات سياديه انه هو يطلب الحكم الذي يريد. هو بتعاون مع الاتحادات العربيه وبيطلب، وبالتالي هي نقطه ضعف يجب ان تعالج.
وزي ما تفضلت انه يكون في تقييم مسبق او على الاقل راي الصحافه تاخذ افضل حكم او افضل ناس. طيب تعين. طيب الان ماذا بعد المباراه؟ ماذا نفعل الان؟ ما هو المتوقع من نتائج من ما حدث بالاسكندريه؟ والله انا اول شيء بحب انه اقول شيء، انا كل ثقه وبامانه بحكمه ورؤيه وخبره معالي الشيخ ابو بكر سلطان العدوان. في ناس كثير بتعلموا منه دروس يعني في كيفيه معالجته للامور، وهو بهمه سمعه الاردن وبهمه سمعه النادي الفيصلي وبهمه كل الامور ان تكون ضمن النص اللي متفق عليه، واحنا بنعرف انه يعني هو مدرسه في اشياء كثيره، واحنا بنفتخر بعلاقتنا وصداقتنا فيه. انا اول شيء بطلب بس بانه ان يعامل هذا الموضوع بمنتهى الاهميه لتاثيره على سمعه الكره الاردنيه حتى على الاردن. وانا اعتقد انه معالي ابو بكر سيدرس الموضوع من جميع جوانبه، وبعتقد انه سيوازن الامور بشكل ممتاز، وسيوجه ادارته، واعتقد جزء منهم كبير يسمعوا له وحتى بيشاركوه شوي في خبرته، بانه يعني توضع الامور في نصابها. اذا وجد معالي ابو بكر انه يعني يجب ان يدافع عن لاعبينه فتاكد انه هذا القرار الصحيح والصائب، اذا وجد انه يجب انه يحاسب من خرج على النص وانه يقوم بالاجراءات اللازمه كويس، فانا باعتقادي انه يجب ان تدرس الحاله في العلاقه مع الاتحاد العربي، ويجب ان يتشاور مع من يراه مناسبا سواء حقوقيين او غير حقوقيين او صحفيين، وان يكون على تواصل مع كل المستويات وهذا حقه، حتى مع الامير تركي. انا اليوم صدر بيان صحفي عن النادي الفيصلي، واعتقد انه بيان متوازن ورائع، واعتقد انه يجب ان نشيد فيه، وانه هذا يدل اولا على بدء المعالجه من النادي الفيصلي بانها ستتم بحكمه ورويه. النادي يعني كل نادي له خصوصيه، ولا يجوز ان ندرس على اي نادي فيما يجب ان نفعل في هذه الامور. اذا كنا بنثق في بعضنا فاداره كل نادي معنيه في انها يعني تضع الامور في نصابها، وخبره النادي الفيصلي حقيقه ليست جديده، يعني هو يعني اداؤه السابق في الاتحادات الاسيويه والعربيه بدل انه عنده يعني سجل حافل وجيد، ويستطيع من خبرته من معالي ابو بكر في انه يعني يعالج هذا الموضوع، ولن أفاجأ بأنه أن يعالج بكل حكمة وروية لتنعكس آثارها الإيجابية على الفيصلي وعلى الأردن وعلى كل رياضة كرة القدم. طيب هل نتوقع طبعا تفضل في معالي أبو كريم على رأسي وعيني، لكن أنا أعتقد أن الاتحاد العربي يجب أن تكون له وقفة مثل ما الفيصلي يجب أن تكون له وقفة في اللي بدر من اللاعبين وغيره، لكن أيضا حتى تقنعني انا وتقنع الدول العربيه الاخرى المشاركه لازم يكون للفيصلي وقفه، للاتحاد العربي وقفه، قد ياخذ اجراءات بحق النادي الفيصلي او بحق بعض لاعبي النادي الفيصلي، هذا حقه اعتمادا على ما هو موجود بالاشرطه، لكن ايضا كمان يجب ان يكون هنالك محاسبه للعمليه الاداريه اللي تمت في هذه البطوله، وكيف انه فريق برجع بلعب مع نفس الفريق اللي هو معه بنفس المجموعه بتغيير قرار. وثالثا سيدي ان يتب مش معاقبه الحكم، مش حكم واحد، انا كان نفسي اشوف حكم واحد في البطوله هاي على العين، مستوى جيد بامانه، يعني هذه مسؤوليه مستوى الفنيه او التحكيميه. نعم سيدي، يجب ان تحاسب سيدي، مش تحاسب اللجنه، تحاسب الحكم اللي اخطا كمان، وتقول له انت مفروض انك انت توقف عن التحكيم لفتره، او انه يصير في لك عيار لمباريات من نوع محدد. صحيح. لكن ان تكون العقوبه على النادي وتصرف بعض لاعبيه هذا غير كافي، يجب ان يراجع الاتحاد العربي الاسباب اللي ادت الى وصول الامور الى ما وصلت اليه، وبالتالي معالجه المشكله من جذورها وبشكل كامل. يعني اسمح لي بس هذا الموضوع في نقطه مهمه جدا، ما يحصل بعد البطوله هو الامر الجلل وهو الامر الخطير. الاتحاد العربي لا يملك اي صلاحيات على اللاعبين. انت اذا منعت الفيصل من المشاركه 4 سنوات واوقفت بها عبد الرحمن سنتين، كانك وقفته 4 سنوات، فما في مشكله مع الاتحاد العربي. احنا مشكلتنا القادمه مع الاتحاد الاسيوي والدولي. لانه رغم ان البطوله تعتبر بطوله وديه وغير معترف فيها من قبل الاتحاد الاسيوي، والاتحاد الدولي لا يعترف فيها، واللجنه الاولمبيه الدوليه تعتبرها بطوله عنصريه خارج النص، الا انه الهجوم على الحكم يتم محاكمته ومحاسبته في الفيفا. يعني تخيل انه هذه البطوله الوديه يستطيع الحكم بصفه شخصيه ان ياخذ التصوير ويذهب الى الفيفا ويقدم شكوى رسميه
بحق النادي الفيصلي، وبناء على هذا التصوير يتم إيقاف لاعبي الفيصلي وتغريم النادي الفيصلي، وبالتالي الخاسر هو النادي الفيصلي والمنتخب الوطني. لذا أعتقد أن الموضوع يحتاج إلى حكمة كبيرة. ربما اتحاد كرة القدم إذا سارع في الموضوع وتدخل سمو الأمير علي مع سمو الأمير تركي في حل القضية ربما نلحق بعض الشيء. أما إذا ظلت الأمور نأجل فيها وغدا أو بعد غدا نجد أن الحكم نفسه يتقدم بشكوى، فستكون كارثة على النادي الفيصلي الذي يعتبر حاليا وبحق سفير فوق العادة ويملك فريق مميز ومكامل ومتكامل، وسيفقد جزء كبير من عناصره. أعتقد إذا ما تم رفع الدعوى الفيصلي سيخسر 4 لاعبين من المنتخب الوطني ويتم إيقافهم أقل شيء لمدة سنة. من يستطيع أن يحرك هذه الدعوة؟ الحكم يعني الحكم بصفة شخصية. الحكم والاتحاد. تخيل الحكم بصفته الشخصية. يستطيع أن يحركها الاتحاد العربي، الاتحاد المصري، الاتحاد المغربي. اللي كان أحد الحكام متواجدين في هذه المباراة يستطيع أن يحرك هذه الدعوة في الاتحاد الدولي ويتم إيقاف الحكام. الحكم حتى في البطولات الودية محمي قانونيا. كارثة هذه اللي تفضلوا فيه معالي أبو برجس والصالح، يعني كل وجهه أنا بعتقد عودة على بدء بالنسبة للي حكيناه سابقا في أنه يعني الجو تبع البطولات العربية هذا يجب أن ينتهي. أنا بعتقد الاتحاد العربي إذا كان يريد أن تنجح بطولاته وأن يستمر إلى الأمام في كرة القدم أن يجب أن يعالج كل الثغرات وأن يأخذ سياسة واضحة في أنه أي بطولة عربية تقام لا يجوز أن تقام بهدف تربيح فرق على حساب فرق، يجب أن تقام لصالح كل الأندية وكل المشاركين، لأنه بالآخر يعني ما في سبب يدفع أي نادي عربي للمشاركة إذا لم يكن هدف الارتقاء بمستوياته عن طريق اللعب مع دول عربية أخرى قبل الدوري والتحضير للدوري اللي عنده. اثنين، إذا كان في مردود مالي جيد للفائزين فإنه يكون يعني ينعكس خيرا على الفرق المشاركة. وأنا بتمنى إنه يعني اللي يستعين بآراء الخبراء سواء كان مثل معالي أبو برجس أو أي واحد من وزراء الرياضة والشباب في إنه يستمع لإقتراحاتهم ويدعو لجلسة خاصة للاتحاد العربي ويقول يا عمي كيف بدنا نعالج هذه الأمور، أو تقدمونا باقتراحاتكم وإحنا سنكون في منتهى السعادة أن نتقدم بذلك. كلامك جميل سيدي. الآن سيدي إمتى آخر بطولة سوّرها الاتحاد العربي؟ أي فين لهم 4 سنوات؟ 4 سنوات. 4 سنوات. أنا هذا اللي بدي أوصل له. يعني الاتحاد العربي مشكور بأمانة، مشكور أنه أعاد إحياء هذه البطولة. هذه البطولة تعطي فرق زي الفيصلي تحضير للدوري، الفرق العربية الأخرى كذلك أن تحضر حالة، يعني بطولة تجهيزية تحضيرية ممتازة ورائعة. لكن أملنا أن يكون التنظيم والترتيب والإداري يكون سليم وصحيح، وأن يكون اختيار الحكام بناء على معلومات يعرفها الاتحاد. يعني يعقل يا أخوان الاتحاد العربي ما عنده معلومات عن حكام الآسيويين؟ ما عندهمش معلومات عن حكام الأفارقة؟ ما بيعرفش المتميزين منهم؟ في متميزين حسب ال باخذهم حسب التصنيف اللي حسب التصنيف وبريح راسه بس وانتهينا. يعني القضية سهلة. ليش بدي لي انت واحد وعلى قياس ولا مش على قياس طب الان بعد ما تنتهي المشكلة، يعني اليس الاجدر الان انه نبدا في التحضير لفرق اخرى وأندية اخرى؟ يعني ما دام صار عندنا نموذج الان فيصلي تتحدث عن يعني انه الاردن مؤهل وشباب الاردن مؤهلين انهم يكونوا بالصدارة. لماذا لا نبدا الان بتحضير فرق اخرى؟ يعني قد يتعرض الفيصلي الان لخطر كبير جدا. يعني هل نترك الساحه هاي في عندك انت بطوله الدوري شغاله بتكون موجوده او بطوله الكاس، الفريق اللي بيحل في المركز الثاني او الثالث هو اللي بيذهب للمشاركه في هذه البطوله بناء على نتائجك في الاردن. وهذا الاشي يعني لا تخدي المسؤول عن تحضير الفرق هي ادارات الانديه وليس اي انسان اخر. يعني فريق النادي الاهلي المسؤول عنه معالي ابو كريم، انا ومعالي ابو برجس ملناش دخل. صحيح. وهو المسؤول يحضر فريقه ويجهزه عشان يصل لمرتبه متطوره في الدوري وبعدين يشارك في البطوله بس العربيه. بس لازم احكي لك استاذ صالح، انا بس بعد اذنك في تعليق خفيف على قضيه البطوله العربيه وشو نعمل فيها وشو نسوي فيها. انا اللي بفهمته أنا من اول يوم بس عشان ما تخش عليها هذه النقطه، انا بعتقد اداء الفيصلي ومستوى فريقه حفز كل الانديه الاردنيه والفيصلي في القاهره في انه انتم راح تلعبوا مع فريق راح يكون سوبر في هذا الموسم، فعليكم الاستعداد الجدي والتحضير الجدي وانه يعني فكروا كيف بدكم تلعبوا مع هذا الفريق. هذا بدنا نحكي بامانه واخلاص. انا كرئيس نادي بفكر فيه واعتقد انه كل عاقل ورياضي مسؤول عن اي فريق اردني يفكر. انا اعتقد ما فعله الفيصلي في الدوره هذه سينعكس
إيجابيا لصالح كرة القدم، لأنه خلانا نفكر في هذا الأسلوب وكيف نرتقي بالمستوى الفني وبمستوى المدربين، كيف يفكروا زي نيبوتشا. نعم. نعم. ونبلش نطلع بمستويات فريقنا. أجبرنا الفيصلي على هذا، وأعتقد أنه سينعكس خيرا. ونقول له من الآن شكرا لإدارة الفيصلي ومستوى فريقنا. معاليك شو رأيك سيدي؟ الكلام اللي تفضل فيه معالي الأخ كلام سليم 100%، لكن أنا بدي أعلق على الموضوع وأقول بجوز الظروف كانت قبل يمكن 10 سنين 15 سنة أفضل. إذا بنطلع على واقعنا ووضعنا الاقتصادي، وما بدي أقول بسبب البلد بحد ذاته، لكن خذ سوريا، خذ حدود مغلقة، خذ العراق حدود مغلقة، مشاكل في المنطقة العربية غير كيان الصهيوني وغيره. الظرف الاقتصادي والوضع اللي بنمر فيه مش مثل ما كان سابقا. أنا بهذا يعني لا أجد الصراحة أي قطاع ممكن يشحذ أو يدعم أو يقدم شيء للرياضة الأردنية، لكن أنا بوجه نداء لجلالة سيدنا الله يطوله بعمره أنه فعلا كرة القدم والرياضة الأردنية بحاجة إلى دعمه، بحاجة إلى وقفته، وبحاجة إلى وقفة سمو الأمير علي، خاصة في ظل الظروف هذه. نعم. اللي تفضل فيها الأخوان حكوا عليها. نعم. خاصة فيما يتعلق بالعقوبات المتوقعة على النادي الفيصلي، لأنه يا أخوان اتحاد كرة القدم بده حوالي 10 مليون دينار إذا بده يعد فرق بشكل سليم سنويا. إذا المبالغ هذه ما توفرت الحقيقة بده يصير يعني أخذ أولويات، أشتغل في هذه وأترك هذه. وأنا بعتقد أنه حتى وضع الأندية الآن المادي مش أصعب صعب 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 صعب. فبدنا بس هذا يعني مش مبلغ ضخم على حكومة. لا لا سيدي، أنا ما بديش أدخل في. لا بس بقصد يعني يجب يتم أن يتم توفيره بصراحة. سيدي ما بدي أقول يجب يتم توفيره، لكن بالتجربة بالمراحل اللي نبحث عن قنوات لتوفير. أنا بعتقد نداء معالي أبو برجس يعني يجب أن نكرره كرئيس نادي. أنا بعتقد يعني نطلب من جلالة الملك سيد البلاد ومسؤول الأمير علي في أنه أن يكون يعني ما أظهره الفيصلي في هذه الدورة حافز إلنا جميعا على أنه يعني إحنا قريبين جدا من وضع أفضل ممكن أن ننطلق له. وإذا كان الأندية التي تعاني الآن من شح مواردها وصعوبات، إنه أن ينظر إلها من خلال الحكومة الرشيدة ومن خلال جلالة سيدنا في أنه يستحق دعم، حتى يعني في هذا الموسم بالذات أنه يعني لازم سواء كان في عقوبات على الفيصل أو فيش عقوبات أو إيش مكان يكون، إحنا هدفنا بالآخر والواضح أمامنا أنه يجب أن نرتقي في هذا المستوى، لأنه عربيا يجب أن لا يعني نقول أنه أي بلد عربي أفضل منا، عندنا شباب وعندنا إدارات وإيش ممكن نرتقي إلى الأعلى. فيمكن يكون تدخل جلالة سيدنا في دعم الأندية وفي تفكير في كيف أنه ما تحتاج الأندية. إحنا على فكرة والله إذا بدنا نحكي في مبالغ، معالي أبو برجس بيحكي عن مبلغ لصالح اتحاد كرة القدم، حاجة الأندية يعني بجوز تتراوح بين 2 مليون و3 ملايين ليتغير كل وضعها. صحيح. بشكل نهائي. طب ماذا عن صندوق دعم الرياضة؟ ماذا عن صندوق دعم الرياضة؟ صندوق دعم الرياضة بعرف يعني أنتم بتعرفوا أنه له. أنا بدي أحكي شغلة صغيرة أتحدث عنه. صندوق دعم الرياضة من أول يوم وجد هو كان عبء على الرياضة. المفروض بصندوق دعم الرياضة أن يوفر مداخيل للاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية. صندوق الرياضة كانت وظيفته، ويمكن أنا طلبت أول واحد طلبت بحله، كانت وظيفتهم جالسين ماخذين عمارة ضخمة جدا في ضحية الرشيد، والوظيفة الرئيسية الأموال اللي بتيجي من الدولة بيصرفوها للوزارة، يعني بس بياخذوا الفلوس من هون بوسطوها لهون. بس سيدي بالأصل كان علق. بس سيدي معلش انت بجوز ما تبعت الموضوع من البداية. سيدي في البدايات اذا بتذكر معاليك بداية الانشاء والغاية بالانشاء ولم تطبق. ما بحكي بالانشاء، انا يعني انا اللي مررت القانون في مجلس المجلس. نعم. والهدف شوف كيفية التطبيق شكل، والهدف منه شكل اخر، وانا بعتقد هذا يمكن هذا اللي بدي احكي انا. وبدي احكي انه في البدايات هذه لما كانت الامور ماشيه بشكل سليم وبشكل صحيح، وكنا ناخذ ضريبه معني تذكر انت الدخان والمشروبات. صحيح. الروحيه. نعم. وامور من هالنوع ما الى ذلك. صحيح. صحيح. كان يجي من 7 إلى 8 مليون دينار للصندوق بامانه. ممتاز. بعدين طلعونا ما بتعرف تغير وزير الماليه بيطلع لك براي جديد بيقول لك هذه من حيث ولانه
طب ولا المصاري نص مليون ولا هم 300,000 يا عمي مش هيك الاتفاق. لا انا هيك فهمته. تم تقزيم المداخيل. شكرا لك. تم تقزيم المداخيل وبالتالي صار فعلا الصندوق يا دوب لحق يدفع ايجار العماره. بس احنا كنا مع برجس محتاجين لصندوق دعم الرياضه. انا محله لانه ما اشتغل على مشاريع استثماريه تجلب المداخيل للرياضه الاردنيه. صالح يعني مش لا بس خليني اشرحها. خليني اشرحها بعد ما بعلق عليك بس يعني تخلص. تفضل. طرح اول مشروع انشاء فندق في مدينه العقب. نعم. واخذوا اراضي علشان يعملوا مشروع وفندق خاص بالصندوق ويتم استثمار هاي الاموال للرياضه الاردنيه. اخذوا الارض ما حطوا اساسات. مين اللي بيقول لك الحكي هذا؟ هذا الحكي موجود انا ما سمعت على عكسه تماما انه هم استلموه. لا لا لا. لكن لم يفعل شيء ثاني. انا نزلت على المنطقه وشفته. لا في كان معسكر رعايه الشباب وكان في الارض اللي جنبه. الارض اللي جنبه. الارض اللي جنبه زي ما هي. والله انا بدي اتاكد من المعلومات اللي تحكيها. انا نزلت هناك والارض ما زالت زي ما هي. انا حاب نحكي مواضيع اكثر من هيك بس داهمنا الوقت. احنا بدنا نشكرك على دعوتنا وبعدين نشوفنا مع الام برجس. والله انا اخي مبسوط بشوفتك. انبسطت لما قالوا لي موجودين. والله انا شفتكم اثنين. شفناها اخر شيء كان في اطلاق كتاب الخشاب وابو داود. ابو داود بس ما صح لنا نلتقي هيك يعني بعديها. بس مع الام برجس انا بدي احب احكي واشهد في شغله صغيره. ومرات المدح في الوجه ضروري لأنه إذا لم تجد أحدا يفعل فيجب أن نفعل. إذا ممكن أطلب منك أن تتحدث باسمي أيضا يعني. والله سأتحدث. أنا شخصيا أعرف أنه من خلال موقعه كأمين عمان ماذا قدم. نعم. لدعم كرة القدم على وجه الخصوص وليس فقط كرة القدم. ويجب أن نقول شكرا لهذا الرجل لأنه. نعم. دعمه كان كبير ومؤثر. نعم. ومؤثر وكان له تدخلات في اللجنة الأولمبية وكان له تدخلات يعني في صندوق دعم الرياضة وكان له تدخلات واضحة يعني نتوجه له كأندية. كل الأندية توجهت إلى أمانة عمان ومساندته ولم يقصر مع أحد أبدا. نعم صح. الشيء اللي إحنا منحب نقوله أنه الناس اللي عندهم خبرات زي معالي برجس منحب دائما أنه يكونوا متواصلين معنا حتى. نعم. لو ما كانش له وظيفة رسمية ولا أي شيء حتى يؤهل لكن كنوع من الوفاء. نعم. يجب أن أقول شيء. نعم. يعني إحنا في عنا نشيد الأهلي بقول سأبقى وفيا لأهل الوفاء. نعم. معالي أبو برجس من الوفيين للرياضة. نعم. وكان له دور فاعل في كل الأنشطة والحقيقة أنه يعني سواء كان باتحاد القدم أو لم يكن إحنا أنا بالنادي الأهلي وبعتقد كل الأندية تشاركني. نعم. هذا الرأي أنه منحب دائما يكون متواجد بيناتنا والأندية كلها ترحب به. إذا هذه دعوة لأنه يتواصل. نعم. معنا للأمانة وأن لا يبقى شوي بعيدا. إحنا بحاجة لكل واحد عنده خبرة. نعم. حقيقية مفيدة أن يتم وليس استثمارها. فقط يعني. نعم. بلا مؤاخذة أنه يعني نتواجد في الاتحادات مع الناس. نعم. يعني قيمة مضافة في هذه الأمور. ممكن اتحاد القدم يستفيد منه، ممكن الأندية تستفيد منه، ممكن رابطة الأندية إذا صارت تستفيد منه. أنا بعتقد أنه إذا أردنا أن نبني فنحن بحاجة لكل الناس وخاصة من النوعية تبع صوتي إلى صوتك. وأنا والله أنا مقصر في أني لا أذكر بقية الأمور لكن أنا كتبت والله للأسف يعني انتهى الوقت وعنا يعني وقت ضيق إيش مكان يكون الوقت. بدي أقول شكرا لأبو برجس. شكرا لأبو برجس قبل ما يعني تنهي. معاليك أشكرك. معاليك أشكرك. معاليكم جميعا وكل المحبة لكم صراحة. ما عنديش وقت أشكركم بالاسم يعني ولكن معالي سعيد شقوم، معالي نضال حديد، وعطوفة صالح داود. عطوف تكسير. أشكر السادة المشاهدين على متابعتكم لهذه الحلقة الرائعة جدا. أنا استمتعت جدا بضيوفنا الكرام وأكيد أنكم استمتعتوا معنا. كل المحبة لكم وبلقاء قادم إن شاء الله قريب. إلى اللقاء. شكرا.